عندي في القناة جزائريين كتير جدا بعتولي في تعليقات وفي الخاص بيقولوا لي يا كابتن اتكلم على رفيق غيطان النجم الجديد الجزائري اللي اسمه محطوط في القائمة أسماء اللاعبين الجزائريين للمعسكر القادم. طبعا هو لاعب بيلعب في الدوري الفرنسي، واضح إنه موهوب. شفت له فيديو لقطات مجمعة يعني للمباريات. طبعا الفيديوهات المجمعة دي ما بتكونش هي بتبين مهارة اللاعب، لكن برضو لما تتفرج عليه في مباراة بتعرف بقى مردوده مع الفريق، اللعب الجماعي، أداؤه، هل كل الكور اللي بتجيله بيتصرف فيها كويس، بيعرف يحافظ على كورته. ما انا ممكن اعمل كرة واحدة في مباراة كويسة جدا والباقي وحش، راح واخدها في فيديو واخد من فيديو، بس المهارة بتبان. يعني انا هقول اللي انا شفته في اللقطات، بيملك مهارة خاصة المراوغات الإيجابية. ما شفتلوش لقطة من اللقطات، ولقطات كتيرة بصراحة، انه بيرجع بالكورة وبيعمل مش، لا هو بياخد الكورة وبيروح على المرمى وبيعمل اسيست وبيعمل ازعاج للمدافعين. عنده مهارات جميلة. من اجمل ما شفت في رفيق انه بينطلق ناحية المرمى، بيروح بيجمع عليه المدافعين بيروح حاططها للمهاجم، ودي منتخب الجزائر محتاج لاعب يقدر يعمل كده. بيوصل زمايله للمرمى، بيملك مهارة وعنده قوة. يعني آدم والناس مهارة عالية جدا، لكن مع الأفارقة لما يخش جوه في العمق لا ما عندوش القوة، لا هو عنده القوة. يعني هو بيلعب في المكان اللي بيلعب فيه رياض محرز، وبياخد الكرة دايما وبيخش لجوه. المدافعين لما بيلاقيه رايح على المرمى المدافعين بيضغطوا عليه، بيفضي هو بقى مساحات لزمايله يحطها لزميله يروح انفراد. بصراحة أداؤه مهاري رائع. رجلي الشمال حلوة، يعني ستايل كده محرز، لكن كمان أقوى. بس طبعا محرز خبرات كبيرة وعظيمة إن شاء الله. هو تقريبا سنه 25 سنة أو 24، حد برضو يعرفني المعلومة دي، تقريبا 25 سنة. فعنده عنده لسه ما شاء الله 6 سنين 7 سنين يلعبهم بتألق مع المنتخب. أنا شايف إن هو هيكون مكسب كبير جدا للمنتخب إن شاء الله. أداؤه رائع، مهارة عالية، مهارة إيجابية، مهارة بتفيد الفريق. لما بتخش وتجري بالكورة الناس هتخش عليك، زمايلك هيبقى فاضيين تقدر تلعب لهم. وشفت لقطات ليه كتير كده، وحاجة كويسة. وبعدين كمان بيعرف يسجل، عنده ثقة في نفسه، بيسجل أهداف. اعمل لايك وشكرا.